شركة القمة العربية للتوظيف بالخارج ترخيص 856 تعلن عن فرص عمل في المملكة العربية السعودية. أولا، مطلوب مدير مكتب تدريب واستشارات إدارية للعمل في مدينة الرياض. الشروط المطلوبة: خبرة لا تقل عن 5 سنوات في إدارة أعمال التدريب والاستشارات الإدارية والاقتصادية، معرفة تامة بإعداد التنظيم الإداري، هياكل، وصف وظيفي، سلم رواتب، لوائح العمل، الأيزو والجودة الشاملة، القدرة على تسويق وبيع الدورات التدريبية والاستشارات الإدارية، شخصية قيادية تستطيع إدارة العاملين وتطوير العمل، القدرة على إعداد الخطط الاستراتيجية والتشغيلية والبيعية. ثانيا، مطلوب مسوق دورات تدريبية. الشروط: خبرة لا تقل عن 3 سنوات، لديه خبرة في دراسة احتياجات السوق، القدرة على الإقناع، الأداء الجيد، وسرعة إتقان مهام عمله، القدرة على العمل تحت ضغط، المظهر الجيد والابتسامة. ثالثا، موظف استقبال بشقق فندقية. الشروط التي ينبغي توافرها: خبرة لا تقل عن 3 سنوات، القدرة على الإقناع، يتميز بالثبات الانفعالي، الأداء الجيد، وسرعة إتقان مهام عمله، القدرة على العمل تحت ضغط، المظهر الجيد والابتسامة، اجتماعي ومتفتح مع الآخرين ومتحدث بجميع المجالات، إجادة تامة للغة الإنجليزية تحدثا وكتابة، إجادة تامة للكمبيوتر وبرامج التسكين. رابعا، مسوق برامج وأنظمة. الشروط التي ينبغي توافرها: خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال تسويق البرامج وخاصة برامج التسكين الخاصة بالفنادق، لديه إلمام بالأنظمة البرمجية، القدرة على الإقناع، الأداء الجيد، وسرعة وإتقان مهام عمله، القدرة على العمل تحت ضغط، المظهر الجيد والابتسامة. خامسا، مسوق رقمي. الشروط المطلوب توافرها: خبرة لا تقل عن 3 سنوات، الخبرة في التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إجادة التعامل على برامج تعديل الصور والفيديوهات مثل فوتوشوب وبريمير أو غيرها من برامج تحرير الوسائط، القدرة على استخدام أدوات الاتصال الرقمي المختلفة، معرفة أدوات تصميم الويب وأنظمة إدارة المحتوى، امتلاك المهارات التحليلية وإدارة المشاريع، القدرة على تنظيم الوقت والمهام المختلفة، امتلاك مهارات التواصل اللفظي والكتابي. الشروط العامة للوظائف المتقدم ذكرها: أولا، إجادة تامة للغة الإنجليزية تحدثا وكتابة. ثانيا، إجادة تامة للكمبيوتر وبرامج الإكسل والباوربوينت والبرامج الأخرى في مجال التدريب والاستشارات. ثالثا، خبرة في قيادة السيارة. أرسل السيرة الذاتية على الإيميلات التالية، وللتواصل والاستفسار على الأرقام التالية. شركة القمة العربية للتوظيف بالخارج تتمنى لكم التوفيق.